السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المشاهدون الكرام، تحية طيبة لكم من قناة تركستان الشرقية، وتحية خاصة لكم من محدثكم عبد الوارث عبد الخالق التركستاني. تعتبر الدول جنوب شرق آسيا ذو الغالبية المسلمة والتعددية في الأعراف والأديان، من أهم الدول المناصرة لقضية تركستان الشرقية على مر السنوات، ومن أهم تلك الدول إندونيسيا، وهي أكبر دولة إسلامية تقف دائما مع المظلوم ضد الظالم. فظاهرة خروج المظاهرات الحاشدة منذ عدة سنوات للتنديد بما يحصل في تركستان الشرقية من ظلم واعتداء على الشعب التركستاني من قبل الصين الشيوعية. ولكن مع الأسف الشديد فقد قامت السلطات الإندونيسية بتسليم 3 من التركستانيين المعتقلين لديهم إلى الصين في نوفمبر من الشهر الماضي. حلقة جديدة من برنامج تركستان الشرقية في عيون المسلمين، نستضيف في هذه الحلقة الأستاذ والدكتور فهمي إسلام جيوانتو الإندونيسي، وهو أستاذ الدراسات العليا في جامعة الشافعية الإندونيسية، ومؤسس منتدى أهل القرآن، وعضو في مجلس علماء إندونيسيا، لنناقش معه قضية التركستان الشرقية، وكذلك كيف سلمت السلطات الإندونيسية 3 من تركستانيين المهاجرين لديهم. أهلا وسهلا أهلا. دكتور، نرحب بكم في استوديو. أهلا وسهلا. ونرحب بكم في تركيا. أهلا وسهلا. حقيقة كما تعلم أن العالم الإسلامي والعربي نعيش أو تعيش في أزمة حادة جدا، وخصوصا تركستان الشرقية كما تعلمون منذ 71 عاما تحت وطأة الصين، خاصة بعد عام 2013 هناك يعني أزمة كبيرة جدا، خاصة المعسكرات النازية في داخل تركستان والهدم المساجد وهدم الثقافات الإسلامية والدينية والعرقية، وكذلك هناك مئات من المعسكرات النازية للأطفال تربيتهم على الطريقة الصينية، وكذلك أيضا هناك كثير من التركستانيين هاجروا إلى دول إسلامية وغير الإسلامية في الغرب والشرق، ومن ضمنها الإندونيسيا الشقيقة. حقيقة منذ عدة سنوات نحن نعلم أن الشعب الإندونيسي نحس أنهم معنا ضد الصين، ما يحصل في داخل تركستان الشرقية، ولكن في الشهر الماضي سلمت السلطات الصينية 3 من تركستانيين إلى الصين. هذه وغيرها، لدي أسئلة كثيرة إن شاء الله نناقش معك في هذه الحلقة المباركة، فإن شاء الله يكون برنامج مفيدة. أريد أولا نتعرف عليك وعلى بلدك الإندونيسية، تفضل. أخوكم المسلم من البلد تعرفونه، ولدت في مدينة كديري جوا الشرقية، تلقيت العلوم الإسلامية في بلدي، ثم سافرت إلى عدة دول عربية، السعودية، اليمن ومصر والمغرب، الحمد لله، يعني حتى انتهى ليس نهاية المطاف يعني، ولكن حتى حصلت على الدكتوراه في مقاصد الشريعة والأصول الفقه والأصول الفقهية في جامعة محمد بن عبد الله سيدي محمد بن عبد الله في فاس المغرب. ثم يعني بعد عودة إلى إندونيسيا أسست مؤسسة منتدى أهل القرآن، وانضممت إلى مجلس علماء في مدينة ديبوك، وأيضا بعض الإخوة أشركوني في مجلس علماء إندونيسيا في جاكرتا أيضا. ودرست دراسات العليا، شعبة دراسات العليا في جامعة الشافعية، وكذا هناك عدة مناشط وكذا يعني يطول ذكرها، لكن أتفاعل دائما مع قضية المسلمين، ولا نغفل أيضا عن قضية تركيا الشرقية، التي هذه القضية التي يعني من منذ الشباب كنا نتابعه. كان معنا كتاب نجيب كيلاني عن تركستان وكذا، أيام الشباب كنا كتاب قيم جدا.
كنا نتابع هذه القضية، وللأسف يعني ما زلنا نعاني هذه الجراحات، وللأسف أيضا تزداد جراحات أخرى وكذا. وعرفنا على إندونيسيا يعني مختصر، يعني إندونيسيا يعني يعرف كبلد أكبر بلد مسلم من حيث العدد السكان وكذا، وطبعا اهتمام الشعب الإندونيسي دائما مع قضايا المسلمين، إخوان المسلمين في فلسطين، في كشمير، في بورما، وفي أيضا في تذكران الشرقية، يعني لا دائما نتفاعل مع هذه القضية، لكن مشكلتنا المعلومات، أحيانا لا تصلنا المعلومات وكذا. هذه المعلومات اللي قلتموها يعني معلومة مفاجئة صراحة، لو عرفنا منذ الشهر الماضي لكنا عملنا يعني إثارة إعلامية على الأقل، يعني لا نسكت على الأقل. سأتي إلى هذا النقطة. يعني طيب، كيف علاقة إندونيسيا مع الصين؟ يعني تاريخ العلاقة هذه على أي أساس؟ علاقة قديمة جدا طبعا، قبل استقلال إندونيسيا يعني جاء مهاجرون من الصين وكذا، وعلى دفعات هناك مسلمون صينيون، هناك صينيون الذين بقوا على دينهم وكذا، يعني هجرات متتالية. يعني هاجروا الصينيين إلى إندونيسيا؟ إيه، من زمان، ممكن من 200 سنة أو 300 سنة، هجرات قديمة. وبعضهم يعني ما زالوا على هويتهم الصينية وغيروا أسماءهم لكن بقوا على عاداتهم، وبعضهم أسلموا كذا، جزء منهم أسلموا حتى غيروا كل شيء، يعني عادات وأسماء. نعم. وكذا. نعم. نسبة الصينيين في إندونيسيا؟ ليست هناك إحصائية دقيقة، ولكن في سنة 2000 هناك إحصائية الذين صرحوا بأنهم صينيون 1%، لكن يقدر 1%، لكن يقدر أن عدد الحقيقي مع الذين لم يصرحوا أنهم صينيون يعني يقدر بين 4-5%. بينما ماليزيا 25%. نعم، ماليزيا كثير، لأن هؤلاء هجرات بالعدد الكبير كان جاء به البريطانيون، عندهم مشاريع وكذا. بالنسبة لإندونيسيا، الحكومة الهولندية لم يعملوا هذه السياسة، يعني بقوا يعني لم يأتوا بمهاجرين صينيين. هذه ترجع إلى الاستعمار. أي ترجع إلى الاستعمار. نعم. وبالنسبة لماليزيا، هم الإنجليز هم الذين نقلوا الصينيين. هم الذين نقلوا هذا. وما إندونيسيا كان استعمار هولندي. أي جاء استعمار هولندي، جاءوا يعني طواعية، ليس هناك إجبار، يعني إجبار رسمي، ليس هناك دعم حكومي وكذا. يعني كنت أتوقع مثل ما يكون في ماليزيا، ولكن من 4-5% قليلة جدا، يعني قليلة جدا، ولكن بالنسبة لموقعهم الاقتصادي قوي، يعني هم عندهم مهارة في الاقتصاد، الجانب الاقتصادي. هل هم مستعمرين عليه؟ يعني قوية، يعني عندهم شركات كبيرة وكذا. طبعا مستويات، ليس كل الصينيين على مستوى واحد، هناك صينيون فقراء أيضا. نعم. في خاصة في كاليمانتان صينيون عاديون يعني، ولكن الاقتصاد الأساسي حق البلد هل هم مسيطرين عليها أو في أيدي الإندونيسيين؟ الإندونيسيين شاركوا، ولكن كبريات الشركات هم سبقونا إليه، وسنسبقهم إليه إن شاء الله. إن شاء الله. حياة سباق إن شاء الله. طيب، بالنسبة للدولة، نعم، الحكومة مثلا، نعم، هل لديهم تأثير؟ الصينيين هل مؤثرين؟ هناك فترات انكماش. أول استقلال كان هنا عندنا موقف من الصينيين، لأنه أكثر الصينيين مع المستعمر. نعم. فلما استقللنا من المستعمر، يعني حددنا الحقوق، يعني هؤلاء مثلا يعني الحكومة تجبر يعني تدفعهم يغيروا هويتهم، يغيروا أسماءهم. نعم. كذا كذا. ومجال سياسي تقريبا يعني ما فتحه، لا يدخلون كذا. يعني في قانون الإندونيسيا؟ ليس قانون، يعني عرف إندونيسيا، يعني ليس في القانون، ليس قانون. ممكن كل قانون مثلا شرط يكون ترشح الرئيس كذا، يكون من السكان الأصليين كذا، لكن منذ تغيير الدستور لا أذكر السنة، لكن سنوات متأخرة بعد الإصلاح، بعد سقوط
حكومه سوهارتو نعم. في تغيير للدستور وكذا فأزيل هذا الشرط. بدا السنيون يدخلوا مجال سياسي منذ تقريبا 10 سنين يعني هل لديه تأثير في الدولة في الحكومة؟ الآن الوزراء يعني تزايدوا بشكل هائل ليس فقط من الصينيين في الداخل أيضا من الحكومة الصينية حكومة جمهورية الحكومة السوفية. الصينية أيضا تتدخل في الموضوع تؤثر كثير يعني تؤثر كثير ليس تدخل حكومة فتحت أبوابها لهؤلاء أصلا ليس لتدخل حكومة معنى يعني أن الصينيين متأثرين في الدولة والحكومة يعني. إيه مؤثرون بشكل كبير في هذه الفترة. في هذه الفترة. نعم. إيه طيب نأتي إلى لب الموضوع. نعم. وهو المسلم المؤمن أخو المؤمن المسلم أخو المسلم كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. الشعب الإندونيسي كأكبر دولة إسلامية عدداً. نعلم أنهم متعاطفين جدا مع المسلمين في مكان أخرى مثلا كما ذكرت فلسطين وميانمار وكشمير وغيره من البلدان وكذلك نحن كنا نحس أن الشعب الإندونيسي معنا دائما نريد أن نسمع منك يعني الشعب الإندونيسي هل يعرفون قضية تركستان الشرقية؟ كثير منهم لا يوجد عدد إحصائية ولكن إذا أثيرت القضية سيتأثرون وبعضهم يتابعون من أول يعني بعض الشباب الواعين لقضية العالم الإسلامي يعرفون هذه القضية يعني يقرؤون من أول كيف بداية الإشكال كيف كانت الحكومة الروسية والسوفيتية سلمت لحكومة صينية وكذا تقريبا عمرها مثل عمر القضية فلسطين يعني نحن يعني كشباب كنا نقرأ هذه الأمور ونهتم بهذه الأمور يعني تقريبا يعني عدد كبير من الشعب الإندونيسي يعرفون هذه يعرفون قضية تركستان الشرقية وموقفهم في قضية يعني طبعا هم مع المسلمين في كل مكان يعني مع المسلمين في كل مكان وإن كان طبعا المسلمون في الصين يعني قسمين قسم مع الأويغور وقسم خوي يعني خوي ليس عندهم مشكلة معكم وكذا يعني ليس عندهم مشكلة معنا وكذا ونعرف أيضا يعني حاجة المسلمين إلى الحرية إلى حقوق في ممارسة الدين وكذا نحن نتابع هذه الإشكالة لكن هذا الخبر الأخير مفاجأة يعني ما كنا نعرف سأتي إلى هذه القضية يعني الشعب الإندونيسي بشكل عام يعني يعرفون قضية تركستان الشرقية وحاولوا قدر الإمكان يناصروهم يطالبوا الحكومة بأخذ الموقف من هذه القضية طبعا هذه ليست سهلة لأنه هل هناك في إندونيسيا مؤسسة حقوقية أو مؤسسة اللجنة حقوقية مثلا المؤسسات خاصة يعني تقوم بتعريف عن قضية تركستان الشرقية هناك هل تعرف أحد أو شخص أو مؤسسة مثلا لحد الآن للأسف لا يوجد من يتخصص يعني مناصرة قضايا المسلمين أكثر جمعيات الآن تهتم بفلسطين وأكثر من جمعية يعني هناك هناك جمعيات كثيرة يعني ممكن بالعشرات ولكن لا لكن توجد أي جمعية تهتم بالقضية التركستان الشرقية إلى الآن لا يوجد أنا كنت كلمت بعض الإخوة في هناك يوصفني كثيرا هذا حينما أسمع هذا الكلام للأسف يعني نحاول ولكن من كثرة القضايا ضاع الموضوع ولكن في تجاوب لكن يحتاج إلى دفع أكبر قد يكون هذا تقصير من عندنا قد يكون تقصير من عندنا يعني ندخل إلى داخل الشعب الإندونيسي وإثارة الموضوع الجانب الإعلام جانب المجتمع الإندونيسي قد يكون هذا تقصير من عندنا ولكن إن شاء الله كنا سنقف معكم قبل سنتين تقريبا ذكرت واحد جاء واحد من تركستان الشرقية جاء إلى إندونيسيا وعرف بالقضية وكذا حتى أثار الموضوع حصل ما حصل مثل ما ذكرتم هناك احتجاجات وكذا نعم إذا هناك تواصل بهذا الشكل يعني سنتجاوب بشكل أيضا شكل إذا كان هناك التعريف عن القضية بشكل عن القضية خاصة إذا جاء من عندكم من يتكلم عن المعاناة الفعلية وقضايا اللي ليس فقط واحد يسمع من الأخبار وكذا إذا ننظر الجانب إذا ننظر جانب الظلم التي تعيش شعب التركستاني في داخل تركستان وبين من يعيش في فلسطين
فرق بين السماء والأرض. صحيح. بين السماء والأرض. يعني فلسطين احتلت 48 الإسرائيل احتلت أراضيها ولم تحتل عقيدتها وثقافتها ولغتها ومعيشتها ولم تحتل، ولكن الصين احتلت 49 احتلت أراضينا، احتلت ثقافتنا، احتلت ديننا، احتلت كل مجالات الحياة، احتلت وأخذت من أيدينا، خاصة بعد 2013 هناك أكثر من 5 مليون مسلم في المعسكرات النازية ومئات الآلاف الأطفال على طريقة الصينية، تربية على الطريقة الصينية، وكذلك تم هدم وتخريب أكثر من 15,000 مسجد في داخل تركستان الشرقية، تم تحويل المساجد إلى الملاهي الليلية والمراقص الليلية وهدمها، وكثير من الأماكن الإسلامية وكذلك أيضا المباني الإسلامية والآثار الإسلامية تم هدمها ويبني بدلها المباني على الطريقة الصينية، حتى لا يوجد، لا تبقى هناك أي آثار إسلامية والقومية التركستانية. الجانب دور الإعلام أخي حقيقة مهمة جدا. دور الإعلام في هذا في أي قضايا من القضايا لتأثير في إندونيسيا، هل هناك إعلام تهتم بالموضوع مثلا، سواء كان الجانب التلفزيوني أو مجلات أو جرائد أو في السوشيال ميديا مثلا، هل هناك إعلام معين يتكلم عن هذا الظلم؟ طبعا إعلام متخصص لا يوجد عندنا، أكثر الإعلام إعلام مختلط بين الترفيه والإخبار وكذا، إعلام مختلط. وهذه الوسائل قنوات إعلامية يعني بعضها يعني وأكثرها مع هؤلاء الشركات التي تحت سيد يملكها الصينيون اصلا، يعني ليس صينيون من الصين، يعني صينيون اندونيسيون للاسف، باستثناء قليل يعني ممكن قناتين هؤلاء، ممكن اسلاميه ليست اسلاميه لكن يعني يفتح بابها للمسلمين الاسلاميين. للاسف الاسلاميون عندهم قنوات لكن قنوات ضعيفه، يعني يوتيوب او حتى لو بالفضائية يعني ليس له حضور قوي للأسف الشديد، لكن موجود أيضا. نعم. موجود يعني يجب استغلاله الموجود ونطوره. ما زلنا نعاني أيضا. نعم. أيضا. طيب كما قلت لك أنه في المقدمة أيضا كلمت أيضا أن السلطات الإندونيسية نعم. في الشهر الماضي في نوفمبر سلمت 3 تركستانيين الذين هاجروا إلى إندونيسيا، سلمت إلى السلطات الصينية. ما موقفك في هذا الموضوع؟ طبعا هذا خطأ هذا خطأ، لأن كمسلم طبعا لا نسلم أخونا المسلم إلى من يظلمه، يعني المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله، هذا من الخذلان ومن من توريط المسلم للفتنة التي يعني نعم. يصعب على أي بشر أن يتحملها. هذا موقف خطأ، ليس موقف غير إسلامي. وفي الدستور هنا نحن ينص أن حرية الناس، حرية البشر، استقلال البشر في اختيار العقائد، في اختيار المصير، نعم. هذا نحن ندافع عنه في أي مكان في العالم، هذا منصوص في الدستور. لذلك نحن بناء على ذلك نناصر قضية فلسطين، نناصر قضية كشمير والبوسنة وكذا، لأن هذا منصوص في الدستور. طيب في الدستور الإندونيسي يعني لا يوجد هناك نص يمنع تسليم الأجانب للدولتين إذا كان فيهم خطر؟ لا يوجد نص. هذا ممكن إذا كان هناك اتفاقية اكستراديسي، يسمى اكستراديسي بين الصين من أي بلد، إذا كان هناك اتفاق اكستراديسي، إذا كان هناك شخص مقبول في بلدنا وهذا البلد له اتفاقية، ممكن نعم. السلام. إذا كان له قضية قانونية كذا نعم. لا أعرف هل إندونيسيا مع الصين هناك، الذي نعرفه يعني بعض الدول موجود الاكستراديسي كذا، فهنا أنا أعتقد نحتاج إلى جزئين من المعركة، يعني معركة إعلامية ومعركة قانونية.
فانا ممكن نحتاج الى خبير قانوني الذي ينظر الى هل هذا يستحق ان يسلم او لا يستحق. نعم. لازم نحقق. قد يكون هناك اتفاق بين الصين واندونيسيا لتسليم لان هذا المطلوبين يعني بين بلدين. حكومه حاليه كثير من سياساتها تخالف القانون اصلا. لذلك نحن لا نعتقد ان هذا بسبب بموجب القانون، وان كان هناك يعني ممكن واحد يفسر القانون على اساس هذا، ولكن هم متعاونين بانفسهم مع الصين. للاسف الحكومه الحاليه طابع يساري، له طابع يساري، فيمشي مع الصين ويتبع الصين في كل الخطوات تقريبا يعني. فهذا الذي يصعب المساله، لكن نحن كشعب نقدر نتكلم، نقدر نبدي موقفنا وكذا. لو كان هذه القضية يعني قبل أن تحدث، ممكن مثلا نوظف محامي أو كذا، يعني شيء ممكن جدا، لكن هذه مفاجأة يعني فلتت من عندنا. سمعنا أخبار فجأة أنه يسلم إلى الصين، وخلال يومين تم تسليم الشباب إلى الصين. يعني ما كان شيء إثارة هذا الموضوع في اندونيسيا، لم يكن هناك يعني أي شيء. ما سمعت أنت؟ ما سمعته. إذا باقي هناك إخوة تركستانيين في اندونيسيا، الأفضل الأفضل هم دائما يتواصلون مع الجمعيات الدينية، جمعيات إسلامية. نعم. هؤلاء يعني لا يقصرون إن شاء الله، يعني كلهم نفس الموقف، هناك جمعية كبيرة يعني نهضة العلماء، جمعية المحمدية، جمعية الإرشاد، جمعية دفاع عن الإسلام، FPI، وجمعيات كثيرة. هم عندهم تعاطف كبير مع القضية. أنا لم أسمع إلى الآن يعني أن إندونيسيا سلمت مثلا، أو أحزاب، في أحزاب إسلامية، حزب العدالة. نعم. حزب نهضة الأمة، حزب الأمانة، ذو طبع إسلامي. حتى لو بعض الأحزاب غير إسلامية، لكن عندهم تعاطف مع مثل بارتي ديموقراط، يعني حزب ديموقراط. ولا يعني ليسوا يتبعون اتجاه اليساري بشكل عام، يعني ممكن. نعم. عندهم موقف، لأنه كل من سلم إلى الصين يعدمون يعني. نحن نعرف يعني طابع الحكومة الشيوعية، ليس له كلام عن الحقوق. نعم. لا يوجد كلمة حقوق في قاموسهم يعني في قانونهم. فلذلك نحن يعني استغربت الشعب الإندونيسي، كما قلت لك أنهم دائما يقف مع المظلومين في أنحاء العالم، ولكن استغربنا حقيقة في التسليم الفترة. حتى السلطات إندونيسيا أنفسهم، علماء إندونيسيين تعرضوا في هذه الفترة. هذه الحكومة طابع يساري قريب جدا من الشيوعي، فلذلك يتصرفون هكذا يعني. هم حتى مع شعبهم هكذا، ومع ضيوفنا أيضا طبعا من باب الأولى للأسف الشديد. طيب يا دكتور، أنت درست في العالم الإسلامي وزرت عدة البلدان الإسلامية، وتعرف قضايا الأمة الإسلامية، وأنت تبحث وتتكلم وتخدم هذه القضايا، جزاك الله خير. ولكن حينما ننظر إلى العالم الإسلامي والسياسات العالم الإسلامي والعربي، حينما ننظر هناك قضايا كثيرة في المنطقة ينسى بعضها عن بعض بسبب الإشكالية، ولكن موضوع قضية فلسطين، موضوع قضية ميانمار وكشمير مثلا، من ضمنها قضية تركستان الشرقية، لا توجد هناك اهتمام ملموس من العالم العربي والإسلامي قضية تركستان الشرقية بما يهتم بقضية فلسطين مثلا. يعني كيف تقيم سكوت العالم الإسلامي تجاه قضية تركستان الشرقية، بينما هم يعني يهتمون بقضايا أخرى؟ يعني كيف تقيم ذلك؟ هذا طبعا بسبب يعني تقصيرنا نحن أيضا، وضعفنا ومشاكلنا أيضا. يعني لكن ضمير المسلم يعني لا يموت، يعني دائما يقف مع إخوانه المظلومين، ولكن من كثرة المشاكل وكثرة القضايا المتعددة، لذلك أنا
دائما أحث الناس على أنه نحن نرتب أولوياتنا. نحن الذين نرتب أولوياتنا على حسب أهمية الموضوع، ليس على حسب المشاكل التي جاءت. أحيانا بعض المشاكل اختلقت افتعلت حتى ننشغل عن الأهم. كلامك صحيح. نعم، حتى ننشغل عن الأهم. الآن مثلا عندنا ناس مشغولون بقضية يعني خلاف بينها، يعني عالم ديني ويعني مرأة يعني سافرة وكذا وليس لها قيمة وكذا، هي أثارت وهجمت ورد وكذا، ناس يعني افتعلت هذا الموضوع يعني أو بين الحزب والحزب أو بين الحزب والحزب كثير مسائل يعني ما لا أستحق. نعم، وصيرت في وسائل الإعلام حتى ننشغل في عن قضايا كبيرة. لذلك لابد أن نحن نثبت على الأوليات التي وضعناها حسب رؤيتنا المدروسة. نعم، ليست يعني نتابع كل قضية جديدة يعني ليس على الحماس على ترك الحماس ردود أفعال وكذا، لا. هذا الذي يعني ممكن يخرجنا من مأزق إلى مأزق يعني. ولكن سكوت العالم الإسلامي ماذا تقول له؟ طبعا خطأ كبير وكذا، ما يهتمون بما يهتم يعني. الرسول أوصانا يعني المسلم كالمسلم كالجسد الواحد، ترى المؤمنين في تودهم وتعاطفهم كالجسد الواحد. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أن المسلم للمسلم كالبنيان وكذا، هذا طبعا يخالف وصية الرسول صلى الله عليه وسلم. نحن لابد يعني حتى لو لا يوجد يعني وسائل الإعلام التي تنشر، نحن نبحث نتابع وكذا نحاول. وجانب آخر أيضا أصحاب القضية يعني يبذل جهده حتى يوصل، يعني أحيانا نبحث ولا نجد، ممكن كل واحد منا عنده يعني عذره، ولكن نحاول ألا نسكت، ألا نقف عند حد معين، نحاول ندفع موضوع ونثير موضوع ولا يتركها تموت أو تنسى. نعم، هكذا. وهذه أيضا إلهاء المسلمين بمشكلة عن مشكلة أخرى، هذا أيضا لابد أن نكون على وعي. نعم، هذه مشكلة لا تستحق، لأن هذه مشكلة افتعلت، ليس مشكلة حقيقية أو يعني أقل أهمية من مشكلة أخرى. المفروض هكذا يكون عند المسلمين وعي. أحيانا الدعاة أيضا لابد أن نوجه الاهتمامات الدعاة يعني. نعم، اختار من الموضوعات الأهم. نعم، الأكثر تأثيرا، الأخطر في مصير هذه الأمة. وبعضهم أيضا يزنون القضية بمصلحة مادية، مثلا حكومة الصينية كحكومة كبيرة عندها مصلحة تجارية مع الدول وكذا، وهؤلاء مليار. نعم، أما تركستان الشرقية مليون 25 مليون وكذا، هذا طبعا حساب خطأ. ليس كانوا كمسلم طبعا لا نقارن يعني، لا نجعل بشر كأرقام. البشر بشر، حتى لو ظلم واحد هو بشر يعني، انتهك حقه وحرماته، لابد أن ندافع عنه يعني. مسلم واحد مهم بالنسبة لنا حتى لو واحد. نعم، هكذا. طيب، نريد نسمع كلمة أخيرة منك وتوجيه كلمة للشعب الإندونيسي أولا. نعم، وللعالم الإسلامي والعربي وللإنسانية. ماذا تريد أن تقول لما يتعلق قضية التركستان الشرقية؟ نعم، أولا للشعبنا الإندونيسي أن لا ينسوا إخوانهم الذين يعانون من قمع الصيني، وهذا شيء حقيقي، ليس مسألة إعلامية، وليست قضية أيضا قضية انفصال فقط، هو قضية حقوق كإنسان أولا وكمسلم ثانيا. قضية الاستعمار. نعم، ليس يعني هم يحتجون الحكومة الصينية انفصاليون كذا، لا. هذا يعني ممكن نفصل، حتى يطالبون بالانفصال هذا حقهم أيضا حسب القانون وكذا، ولكن في أهم منه أنهم يمنعون من ممارسة الشعائر الدينية، يمنعون من الصيام، من الصلاة، من اداء الحجاب. هذا ليس مسألة انفصالية. نعم، ليس مسألة انفصالية. لماذا هذا الظلم يعني؟
masalah sosial mungkin fi majal akhir natakallam, lakin alal aqal hadha hadha natakallam anhu wa nudhafi anhu. Nah. Alal aqal hadha lil indonesian alla ya la yaghtarru bi diaya hukum asini annahu yani laisa masalah hukuk, laisa masalah sia-sia dakhiliyah, kada laisa masalah dakhiliyah, masalah hukukul insan, hukuk muslim. Ya, haula yani mamnuun min hukumul asasiyah. Nah. Wal insaniyah aidan natakallam idza al alam alladhina haula alladhi yuraddidun an hukukul insan al hurriyah. Akbar dhulm al'an murisa fi hadzal في هذا الجزء من العالم يعني حق للحياة حق التواصل حتى في التواصل نعم. بين الأهل بين الأخ الذي في المهجر والأهل الذي في الذين في بلادهم حتى التواصل صعب حتى نعم. يتابعون كل من يتكلم مع فلان وفلان ومجرد كلام مجرد تواصل يعني كيف الحال كيف كذا هذا أيضا يعني يتابع هذا ظلم كبير نعم. والسجن العملاق الذي عندهم يعني طبعا نحن لا نسمعها فقط من الإخواننا التركستانيين حتى الأوروبيين تابعا مثلا في بعض القنوات تابعت في قنوات الدوتشويلا يا قنوات الألمانية أيضا جاءوا بالصحفيين يعني يختلسون الفرصة يأخذ أكبر من هنا وهناك وفعلا حصل يعني نعم. حتى الناس الذين في داخل الصين ممنوع عن الكلام مع الصحفي مع أي أجنبي يعني نعم. رأيناه بالتغطية نعم. الإعلامية الألمانية فهي قضية حقيقية فنوجه نعم. النداء للعالم أن هذا الانتهاك من أكبر الانتهاكات الذي رأيناه في هذا العصر عددا ونوعا نعم نعم جزاك الله خير دكتور بارك الله فيك كلام مهم جدا الإنسانية والعالم الإسلامي هي مهما كان ولو كان إنسان واحد الظلم ظلم نعم فقضية تركستانية حقيقة قضية أكبر قضايا من قضايا الأمة الإسلامية وأشكرك مرة أخرى لحضورك هذا البرنامج بارك الله فيك جزاكم الله خير نسألكم الله أيها المشاهدين الكرام نشكركم متابعة هذا البرنامج إن شاء الله معنا لقاء آخر في الأسبوع القادم بإذن الله سبحانه وتعالى حقيقة كما قال الدكتور فهمي إسلام هناك قضايا يفتعل يعني في المجتمع الإسلامي حتى ننسى القضايا الكبرى والقضايا المهمة التي يحتاج اهتمام بها نسأل الله أن ينقذنا من هذا الظلم والعالم الإسلامي وفي كل مكان إن شاء الله إلى اللقاء الأسبوع القادم دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله